كتير يسمع عن كلمة تربية، لكن يعني ايه تربية ايجابية؟ هل احنا محتاجين ان نربي اولادنا او ابنائنا بطريقة ايجابية، بطريقة سليمة نعبر من خلالها لبر الامان باولادنا؟ انا ماشيه بمقوله ان انا مش محتاجه ان انا اورث لاولادي او لابنائي او حتى لاحفادي لو لي عمر طبعا فلوس وكذا وكذا وكذا، اكتر ما محتاجه اورث جواهم الثقافه والتربيه والتوعيه. عايزه ابدا مع حضرتك، اكيد كل اللي بيشوفونا او بيتابعونا محتاجين يفهموا يعني ايه تربيه بدائيه لاي اسره عربيه او مصريه بتتابعنا النهارده. اتفضلي. التربية الإيجابية عامة إن أنا أربي ابني في كل مراحل عمره، تمام. يعني مش أقول ده لسه طفل صغير، لا ده لما يكبر، ده لسه ما يعرفش، لا الطفل بيتربى علميا من وهو جنين في بطن الأم. يعني الأم وهي حامل في مشاكل في بيتها، متعصبة، متضايقة، ده بيأثر على الجنين وبيخليه لما ينزل يبقى طفل عصبي ونقول ده هو بيعيط. لا، فإحنا بنربي أولادنا من مرحلة إن هو جنين. الطفل بيمر بكذا مرحلة، مرحلة اللي هي الطفولة المبكرة اللي هي من ما بين من 3 لـ6 سنين، في بعد كده المرحلة اللي هي مرحلة المدرسة من 6 لـ12، في بعد كده مرحلة بقى ان هو يكون ادلت او بالغ او في الجامعة. كل مرحلة لها قيمها، لها معتقدات لازم انميها واغرسها وداخل الطفل. وفي كل مرحلة عمرية اني اعود الطفل على اكسبه مجموعة من المهارات ومجموعة من السلوكيات الايجابية عشان يكون حد سوي، حد يصلح للمجتمع. فدي معنى تربية إيجابية. في معنى تاني أكثر حنية، التربية الإيجابية إن أنا أعطي لابني الحب وأتواصل معاه بطريقة تخليه يحبني، سواء كان تواصل لفظي يعني بالكلام وإن أنا أسمع له ويسمع لي، أو عن طريق الحضن. الحضن، الحب، الطبطبة. للأسف في آباء كتير بيحبوا أولادهم، بيجيبوا لهم كل حاجة، لكن ما بيعرفش يحضنه، ما بيعرفش يطبطب عليه، بالذات الآباء. صحيح. لكن الأم بطبيعتها وبغريزتها بتعرف تحضن. فزي ما حضرتك قلتي إن احنا بنتكلم مع الآباء والأمهات، فأنا بوصي كل أب إنه يتعلم يحضن ابنه مهما كانت مرحلته العمرية، حتى لو كان أصبح شاب وعنده 20-30 سنة، هو محتاج حضنك، محتاج إنك تكون صديق، محتاج انك انت ربيته، لكن في مرحلة تانية هو كبر، لكن محتاج حضن، محتاج اهتمام، محتاج تشجيع.